الأندية المغربية الأربعة التي كانت ملتزمة أو ملتزمة بالمنافسة الإفريقية أو مدرجة في المنافسة الإفريقية، أعني بها عصبة أبطال إفريقيا وأيضا كأس الكونفدرالية. هناك فريق واحد ربما لأنه لم يكن يشارك في دورات سابقة أرغم على لاعبي الدور التمهيدي الأول على مستوى كأس الكونفدرالية. الأمر يتعلق بفريق الجيش الملكي الذي أسعدنا جميعا بعودته إلى المسرح الإفريقي، كيف لا، وهو أول نادي يفوز للمغرب بلقب إفريقي، كان ذلك سنة 85 مع الجيل الرائع لسي محمد التيمومي، أطال الله في عمره، دحان الغريسي، عبد الرزاق خيري، حمدي أيضا أطال الله في عمره، العديد من اللاعبين الأيقونات اللي مروا على الجيش الملكي. هذا الفريق يعود إلى المسرح الإفريقي وهو خبر أسعدنا جميعا، لأن فريق الجيش الملكي من المرجعيات الكبرى ديال كرة القدم الوطنية. الجيش الملكي فرضت عليه القرعة أن يواجه نادي بافلز البنيني أو ما يسمى بالجواميس البنينية، وجا هنا في الرباط فاز عليه 3-1، ثم قابله بعد أسبوع بكوتونو وتعادل معه بصفر لمثله، والآن تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني. غير باش نكونوا نعطيو معلومه، ما يتعلق بكاس الكونفدراليه يعني من الان مازال هناك دورين للدخول في دور المجموعات، بمعنى مجموعات غادي تلعب الان الدور التمهيدي الثاني اللي غيشارك فيه الجيش الملكي وايضا النهضه البركانيه. البركانية. الجيش الملكي سيوقع وجوجهم غادي يلعبوا مباريات مغاربيه صرفة. الجيش سيقابل شبيبه القبائل الجزائري وفريق عتيد وقوي جدا، ثم النهضة البركانية سيواجه فريق يخوض فيما يبدو تجربة إفريقية جديدة اللي هو بن قردان، اتحاد بن قردان التونسي، غادي تلعب هذا الدور، ثم أيضا سيلعب دور ثالث مكرر سيأتي إليه كل من سيقصى من الدور التمهيدي الثاني لكعصبة الأبطال الإفريقية عاد مروا لدور المجموعات. فإذا الجيش الملكي نجح في المهمة الأولى، نجح بامتياز لأنه فاز هنا 3-1 في مباراة جميلة وجيدة، وأيضا تعادل بالبنين. شيء متوقع فيما أعتقد زميلي خالد، ولو أنه كنا نخاف على الجيش من هذه الإرهاصات الأولى لبداية إفريقية، وهو كثير من اللاعبين كانوا يخوضوا المنافسة الإفريقية لأول مرة في مشاورهم الرياضية. الشيء اللي كان يخيفني في مباراة الإياب هو الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، ونحن نعرف قيمة الأهداف التي تكون خارج القواعد. أسوأ النتائج هي حينما تكون 3-1 4-2، لأن الفريق الآخر بإمكانه يسجل هدف أول ثم تدخل أنت في حسابات صعبة وتهتز معنوياتك. والخوف هدف انتظار ان الاتحاد الافريقي يمشي على منوال الاتحاد الاوروبي ويكفي نشر هذا الهدف المسجل. تعادل نعم على أي حال. لماذا كان هذا الخوف؟ في ضوء أن نتيجة مباراة أول جولة في البطولة المغربية سنعود إليها منذ قليل بعد قليل بالثلاثية، أي حينما تهتز الشباك حتى وإن كان الفريق غير مكتمل الصفوف، إن موقع الهزيمة على نفسية اللاعبين، على المجموعة، على روح المجموعة تكون أحيانا سيئة. لذلك يكون عمل المدرب في إعادة الثقة إلى اللاعبين وفي وضع المباراة في إطارها الحقيقي، أي أننا نخوض تصفيات كأس الكونفدرالية وليس مباراة الدوري المغربي التي تمتد على 30 جولة. ممكن أن تخسر 4-5-6 مباريات وممكن أن تتوج بطل، في حين أن مثل هذه المباريات ذهاب وإياب وكنت متقدم بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في مرحلة الذهاب يجب أن تتعامل معها بشكل مختلف تماما، أن تركز على الإيجابيات وأن تستثمر ما بنيته في مباراة الذهاب. أعتقد النتيجة 0-0 كانت عادلة منصفة وعطت للجيش فرصة إدراك أن هذه المهام ليست سهلة، وأن كلما زادت الخطوات في هذا المشوار الطويل كلما صعبت. واليوم نتحدث عن مباراة قادمة في غاية الصعوبة مع فريق نعرفه جيدا، لعب أمام الرجاء في نهائي كأس الكاف، ونعرف صعوبة المباراة التي كانت أمام الرجاء، نعرف أن شبيبة القبائل تمرس على الصعيد الإفريقي
لم يغب كثيرا على الساحة الإفريقية، إما على مستوى دوري الأبطال وإما على مستوى كأس الكونفدرالية، عكس الجيش الذي غاب على الجبهتين، غاب عن الجبهتين ويحتاج إلى مدة حتى يستوعب الإطار الجديد الذي سيتبارى فيه. أنا أعتقد صحيح. أعتقد إذا استطاع الجيش أن يمر من عقبة شبيبة القبائل في الدور القادم سيكون له دور مهم جدا، أي أن في نهاية المطاف أنت تكبر وتنمو ويشتد عودك حينما تقارع الكبار، أو أنا أقول تقارع الأسماء التقليدية أو كما تسميها أنت الأسماك الكبيرة في القارة الإفريقية، أي أن صحيح. حينما تواجه فرق كبيرة وتفوز عليها تبدأ تدرك على أن لديك قوة ضاربة كنت غافلا عنها أو لم تكن واثقا منها، لذلك حينما تأتي هذه المباريات تزداد أنت ثقة بالنفس وتزداد نضج وتزداد خبرة. وأعتقد أن كما تفضلت أنا تقريبا الفريق بكامله ليس له أي خبرة إفريقية، لذلك اليوم يمكن أن يحسب هذا التأهل في أو يوضع في خانة كسب الثقة وكسر حاجز الخوف الذي كان لدى اللاعبين. الرهبة في أن تلعب مسابقة قارية الآن اختفت، الآن سندخل في صميم الموضوع، سنلعب مع فريق له تاريخ، له مكانة، له إمكانيات أكبر من إمكانيات، يجب أن نقول بأن إمكانيات الشباب القبائل أكبر من إمكانيات لاعبي الجيش، لأنهم ليس يفتقدون إلى الخبرة الدولية على المستوى الإفريقي، ولكن هي مباراة كرة قدم ذهب وإياب، تحسم بتفاصيل، تحسم بدهاء مدرب، بذكاء لاعبين، بطريقة التعاطي معها. أنا أظن أن على مدار 180 دقيقة كل شيء ممكن.